نضغط هنا على اب. البر عندي تطبيقين، ثلاث تطبيقات. اول واحد هذا البرنامج الاصفر هذا ابو سهل، طق علي بس، عباره عن اتجاه بوصله فقط لا غير. المواقع هنا هتلاقي في الديستنيشن ثاني واحده، تختار الموقع، تختار نقول مثلا ابرق الكبريت اي شيء، نقول مثلا اي شيء مقرف اي شيء، يعطيني اتجاه سهل. ممتاز. هذا اول برنامج. ثاني برنامج النفتل، هذا البرنامج النفتل حق بر السعوديه، في صحراء الكويت، صحراء السعوديه، في المواقع كامله. ممتاز. هذا حق البر، هذا اقدر ادخل فيه احداثيات قائمه. ممتاز. بحث هنا بالإحداثية وتكتب الإحداثية. ممتاز. تمسح ممتاز. المربع، أهم شيء تمسح المربع كامل وتكتب الإحداثية. ممتاز. وتحت بعد تكتب تمسح المربع كامل وبعدين تكتب الإحداثية، أهم شيء تمسحها كامل. تمام. وتكتب الإحداثية نفس ما مكتوب عندك. ممتاز. طيب برنامج رقم ثلاثة الأسمنت حق البر، هذا الأسمنت.